يا الله لو تشوفها امبارح شو حطت بقلبها وشو زعلتي. بعت لي حمى عليها لما اجوا بنات خالاتك الثلاثه وقعدوا يتفتلوا ويرقصوا ويغنوا حواليها، وهي بس هيك تطلع فيهم ومكسوره وما تقدر لا تمشي ولا تتحرك. والله صعبه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. خلص طولي بالك يا مو، يعني ما بصير نحكي هيك، ما بيجوز من الله. انا بس خايفه اني اتركها لحالها بهالدنيا، لما بدي موت انا هيك والله ما يبعث لها نصيبها شو بدها تساوي لحالها، والله خايفه عليها. لك شو هالحكي هذا يا مو؟ لك انا وين رحت؟ رنا قطعه من قلبي، واللي بيصير عليها بيصير علي. الله يرضى عليك يا حمزه، رضا قلبي وربي. امانتك ها، امنتك اذا بموت لا تتركها لاختك، امانتك هي برقبتك. لك مشان الله لا تحكي هيك حكي يا مو، يا الله يطول بعمرك ويخلي لي اياكي فوق راسي. تقبر قلبي، لك ما قلت لي انت وين الاولاد وين وداد؟ ليش ما اجوا معك؟ وداد والله اهلها عازمينها على الغداء. ايوه عزموها على الغداء، والله ناطف قلبي على هالولاد. خلاص بكره يا مو بيكونوا عندك هون وقاعدين عم نتغدى سوا. الله يخلي لك ياهم حبيبي انت. الله يخلينا ياكي يطول بعمرك. والعريس بده وحده صغيره، مثل ما بتعرفي مرت عمي الخطابين هالايام عم يدوروا على الصغيره مشان تربى على ايدهم، واختي شفيقه حلوه كثير ونشطه وحركه، الله وكيلك يا مرت عمي بتحوص بالبيت مثل الوما. ايه الله يهنيها وييسر لها بنتي. اخ امين يا رب. يا حسرتي على البنت يلي ما بيجي نصيبها. يا علي قديش في بنات بايرين ببيوت اهاليهم. يا عمو بدي اقوم على غرفتي. تقبري اختي شبك قاعدين عم نتسلى. معلي معلي تقبرني، خدها لاختك خليها ترتاح بغرفتها. قومي تقبريني. تقبرني يا حمزه، وانا عم اقول ليش من امبارح ظهرك واجعك ابصر من شو هيك عم يصير معك. يا علي يا علي حمزه جد خلصي شو حكي لك. انت شو بتفسري لي حكيك على خطبه اختك قدام اختي لسه على الطالعه والنازله؟ انت ما فيكي ضمير؟ ما بتخافي الله؟ ابن عمي والله ما كنت قصده شيء. ولك حاجه كذب بقى، حاجه تقولي مالك قصده شيء؟ لك هذا حلفانك كله كذب وحرام. يعني فرحانه باختي؟ ما بصير الوحده تفرح لاختها؟ من بلا لك فيكي تفرحي قد ما بدك، بس مو قدام اختي هاي المسكينه المكرسحه اللي ما عارفانه شو بدها تعمل. لك ما شفتيها؟ لك شلون انخطف لونها وما عاد عرفت تحكي ولا كلمة وصار بدها بس مين حدا يفوت على غرفتها؟ ولك شبك انتي؟ اسمعي ولي، إذا بسمعك تاني مرة عم تحكي أي كلمة مع أختي لبلبص لك عيونك التنتين، فهمتي؟ فهمت ابن عمي فهمت. رب العالمين خير اختي خير. شوفي الله امي امي وقت لا من دمه ولا من جوه. لا حول ولا قوه الا بالله. فوت فوتي فوتي لجوا، حطي على راسك فوتي. يا الله يا الله يا الله. الف الحمد لله على سلامتك يا مو، والله قلقتينا عليكي. الله يسلمك تقبريني حبيبه قلبي، الله يرضى عليكي. كتر خيره العقيد حكام، هو اللي شال القصه كلياتها. اقسم بالله العظيم يا يامو لو صاير لك شيء لجن مجنون. الله يرضى عليك يا حمزة، لك كتر خير هالوقعة اللي على أسرة أختك مشيت وشفتها. الحمد لله يا ربي. ليك؟ ولك يا مو أنت ليش هيك عم تحكي؟
لك يا مو كيف ما بدي احكي هيك وانا على اثر الوقعه شفت اختك عم تمشي. ما والله ماني مصدقه، والله ماني مصدقه. كتر خير الله. هي والله الحمد لله رب العالمين. لك صحيح اختي انت شلون مشيتي؟ والله ما بعرف يا اخي، اصلا انا مالي مصدقه حالي. وقت وقعت امك ما بعرف شو صار لي، دارت الدنيا فيني واجي بدي اقوم ما اقدر اقوم، صرخ للناس وناجي وما بعرف لحتى الله حط قدرته فيني وقمت على رجلي. الحمد لله رب العالمين. كله رضاكي هذا يا مو؟ كله رضاكي. شو اختك مشيت؟ ايه شلون هي؟ ايه مشيت الحمد لله رب العالمين. انك تصوري ما خليت فيها شيخ، ما خليت فيها داي، ما خليت فيها حكيم، ما حدا عرف فيها شيء بالمره. وشافت امها وقعت بالارض، الله هيك دب القوه فيها، لك وركضت عليها هيك كانه ما فيها شيء، لك والله طاير عقلي. يعني هيك اختك مشيت لحالها؟ لك ايه عم تمشي ومثل الورده وعين الله عليها. اي والله شيء بحط العقل بالكف. لك ويداد انت ما بدك تبطلي هذا الكيت تبعك اه؟ ولك عم قل لك امي وقعت بالارض وانت لسه ما سكتي لي سيره اختك مشيت ورنا مشيت، لك اه؟ لا يا ابن عمي انا اكيد يعني بالي عند مرت عمي، بس والله خبريه اختك ما بتتصدق. اها قلتي لي ما بتتصدق، معناتها من بكره بتروحي بتشقي على امي وانت ورايحه بتاخذي هديه لاختي رنا حلوان مشيتها، فهمتي؟ وغير هيك بتحضري حالك بهاليومين بتعزمي هون على الغدا، بدي اياك تبيضي لي وشي. عزيمة؟ لك ايه عزيمة؟ شبك هيك اللي وقعنا كيك؟ قومي حضري لي العشاء، قومي! لحمة، شو هالمرة هي؟ بدها تجنني؟ الحمد لله، الحمد لله وشكري لك يا رب. أخي حمزة أنا بدي أكون صريح وواضح معك. يوم قصة الست الوالدة الله يعافي لكم إياها، أنا لمحت لأختك وأنا بعرف إنه أنتوا ناس طيبين ومستورين وولاد عالم وناس، وأنا شاب عزابي وبدي أتجوز، من شان هيك جاي لعندك، جاي لعندك بدي أطلب إيدها لأختك على سنة الله ورسوله. يعني بصراحة يا عجيب ما بعرف شو بدي اقول لك، عم جد لبكتني. لا 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 اخي حمزه لا، ما بصير تتلبك منو، خذ وقتك فكر، استخير رب العالمين، اسال امك، اسال الست الوالده، بوس ايدها وحطها على راسك، اسالها واسال النسوين كلهم والحريم تبعكم. بس القصه مو هيك، القصه انه اختي يعني اختي في شغله هيك عنا و... لا تكمل اخي حمزه، لا تكمل. والدتي حكت لي كل شيء وانا يشهد الله، يشهد الله لو ما كانت طيبانه اختك انا بدي اياها، بدي اياها لانك انت واختك وامك حبيتوا راسي وحبيتوا عيني كمان، وانا بتشرف فيكم والله. كبير عقيد، كبير من يوم يومك، خلاص اتكل على الله. انا الحوم اعمل لك هيك شيء ابري شاي على كيف كيفك. الله حياك، نورتنا. الله حياك يا حمزه. عن اذنك. العقيد طلب ايد اختك؟ ايه يا مو، والزلمه ناطر اليوم انه رد له خبر. طيب يا مو، يعني العقيد بيعرف شو وضعه؟ ليش شو وضعه؟ يغزل عين ليك قدامي عم تنطوي تنطوطة. شو اختي؟ سمعيني صوتك، إذا موافقة لنقول يا رب، مو موافقة خلاص بلاها. أخي الرأي رأيك والشور شورك. تقبر قلبي إن شاء الله. ما ينسد قلبي حبيبي يا عروس. إن شاء الله.